مدى الشباب عندك ايش؟ تحليل المحتوى. احنا حكينا عن تحليل المحتوى والعنوان كيف انا ممكن اضيف عنوان للواجب الدراسي او الواجبات الدراسيه. نيجي هنا على انشاء، بقول له ايش؟ انشاء ماده تعليميه. خلينا نبدا بالمواد. لاحظ انا انشاء الماده التعليميه. ماده تعليميه اعطاني ايش؟ مربع. المربع موجود في يقول لك حوسبه المناهج فقط، حوسبه مناهج طلاب، كل الطلاب، ممكن اضرها لطلاب معينين، طلاب لا، مثلا هذا التعليم وهذه الماده طالب معين تخصصه كذا، انا ممكن احدثك مثلا اخليها مثلا خليل او ابو حسنين. اوكي؟ عنوان نقول له ايش؟ مثال على تحليل المحتوى، مثال على تحليل المحتوى، مثال على تحليل المحتوى. هذا الوصف يعني وصف اضافي، ممكن انا وصف اختياري، اي حد يوصف اختياري معناتها مش اجباريه يا شباب. اوكي؟ الموضوع وهذا اللي بيهمني، ايش الموضوع؟ اخترت الموضوع هنا بقول لي يا بنشا موضوع جديد يا اما بدرجه تحت او بضل تحت موضوع ايش؟ تحليل المحتوى اللي اشرته في البدايه. ففي امكانيه اني اجي الموضوع احط فيه مواد او من خلال انه الموضوع اختار الموضوع اللي اسفل منه هو تحليل المحتوى، الموضوع اختار موضوع ايش؟ تحليل المحتوى. احس ماده تعليميه المواد اللي انا موضوع جديد هو العنوان العام، موضوع درس مثلا عن جهاز هضمي. كيف الجهاز هضمي يكون عندنا مواد؟ ايش الموضوع؟ صوره للجهاز هضمي، فيديو للجهاز هضمي، تحويل للجهاز هضمي، نشاط للجهاز هضمي، تفاصيل. اوكي؟ الان بدي ارفع ملف، يا اما باخذ من جوجل درايف، وانا انشات رفعت ملف اللي هو ايش؟ مواد التحليل، هي موجود عندي، بقول له اضافه، بقول له انا يا اما بحذف فانا اوتوماتيك احفظه، يا اما بشارك، يا اما بعمل جدول، يا اما بعمل له ايش؟ مشاركه، بقول له مشاركه مباشره. فشارك لي اللي هو شارك لي اللي هو الملف. ماشي. هاي انا بيعطيني ايش؟ المشاركه، بعرض المواد بيعطيني ايش؟ المحتوى، لو ضغطت عليه بيفتح لي ايش؟ لي مثال. لا افتح عندك